اختي متعلقه بفنانه تعلق مرضي، وعامله لها فان بيج وصورها ولبسها وحياتها، لدرجه انها ناسيه حياتها ومذكراتها نفسها اهلها. حاولت كتير معاها، هي سنها 15 سنه. ممكن تقول لي اعمل ايه؟ هي محتاجه دكتور نفسي، ارجو الاهتمام، جزاك الله خيرا. طيب احنا عندنا برضو من ضمن الحاجات يعني الامراض او الاعراض النفسيه حاجه اسمها سيلبريتي وورشيب سيندروم، متلازمه التعلق بالمشاهير. وورشيب يعني عباده، فهي قد تصل لدرجه ان حد انا يعني مديله فوق قدره ومهووس بيه تماما، يعني دي واحده مهووسه بهذه الفنانه. هو في السن ده طبيعي ان الشباب يبقوا يعني بيحبوا الفنانين ويحبوا يعملوا شعرهم زيهم ولبسهم زيهم وكده، بس ده في الحدود العاديه اللي هو يعني اعجاب وحب وحاجات. لكن هي بتقول تعلق زياده وصورها وعامله لها فان بيج، وبدا ده كمان ياثر على حياتها وعلى مذاكرتها ونفسها واهلها. فاحنا وصلنا لدرجه مرضيه ان هذا الهوس هو بشكل عام اي عرض في الطب النفسي اول ما يبدا ياثر على الوظائف الحياتيه العاديه بتاعت صاحبه، ساعتها نقول ده مرض ولازم يتعالج. لكن لو لم يؤثر على الوظائف العاديه والحياتيه بتاعت صاحبه ما اقدرش اقرب منه. يعني ممكن يبقى عيان بيجي له هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه ومش عارف ايه، بس بيروح شغله ومتجوز ومخلف وبيقعد مع اصحابه على القهوه وزي الفل، ولا من حقي اقرب منه اعالجه. هو فانكشننج، هو تمام عادي، بيروح شغله وعلاقاته الاجتماعيه كويسه. انا اتدخل ليه طالما هو ما طلبش التدخل؟ انا لا اتطوع ولا اتبرع بده. فواضح ان المشكله اللي عند اخت حضرتك هي بدات تاثر على حياتها. فلا، اللي بيتوصف ده مرض نفسي. واحنا عندنا كده في حاجه اسمها سبيكترم، سبيكترم يعني طيف من الاعراض، ده يتحط ضمن الطيف الوسواسي اللي هو كمان هي في حاجه ملحه في دماغها مسيطره على دماغها اللي هي الفنانه دي وعايزه تشوفها دايما وتقرب منها وهكذا. فده مرض يندرج تحت الطيف الوسواسي، وهو ايضا ليه علاج، بس مهم ان يشوفها الدكتور اللي هيعالجها باذن الله.